أوليك ستاينر، كرة أرضية بلغة الأكاديمية، وتيفاس يسدد جول 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 لليوفي المتعدي، جول لليوفي المتعدي، ألفارو موراتا الوسادة أشعلت الولادة، سلطان الطليان يتعدى الزمان ويدمر الإسبان، السيد العجوز تتكلم بلغة الفوز، اللي عنده مراتا وتيفاس شيء عجب، اليوفي يقدر يعمل اللي حب، اللي لليوفي فريق من ذهب، نار نار نار، هذه هي كرة اليوفي في هذا المشوار، هيجان طوفان تسونامي في المدرجات، شعلت نار في دفاع الريال إلى حد الآن. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، هذه هي القمة العالمية، ريال مدريد يوفي، يعدي كرة ممتازة كارباخان وخمس روديغاز يوزع جول 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 التورنادو براس والقناص، هو القناص رونالدو، الريال براس رويال، هذا ناش اسمه رويال، ملكي رهيب، الريال العجيب يعود في هذه الأوقات في أصعب اللحظات بلمسة كولومبية ورأسية برتغالية، ريال مدريد يعادل النتيجة في هذا المشوار، الصمت الرهيب يسيطر على مدرجات اليوفنتوس ستاديوم، رونالدو في تاسع اهدافه وفرحة كارلو انشيلوتي، رونالدو يتصدر قائمة الهدافين مع لويس ادريانو هداف شاختار دونيتسكا، هذا هو رونالدو يا سادة، هذه هي الإعادة، مارتشيلو يسقط الفارو موراتا، وفي النهاية كارباخال يقوم بالمخالفة كارلوس تيفيز، ايضا ضربة جزاء بقرار السفير الانجليزي لمارتن اتكنسون، خلايان لجيجي بوفون اللي حرك مشاعر كل المتفرجين، وارتور فيدال بالورقة الصفراء للنقاش الحاد، كارلوس تيفيز وجه لوجه مع جيجي مع كايكر كاسياس، التانجو الارجنتيني في مسؤولية كبيرة لأهداء الأسبقية الثانية لسلطان اللعبة الشعبية في إيطاليا، لحظات صعبة، كل الجماهير واقفة، كارلو أنشيلوتي دخل إلى دكة الاحتياط، لم يبقى إلا ماسيميليانو أليغري، يتقدم تيفيز، يمشي تيفيز، تيفيز يسلسل أمن الريال في هذه اللحظات بأصعب الأوقات، وكارلو أنشيلوتي من جديد يعاين الأضرار، أسبقية للسيد العجوز، أسبقية لليوفي اللي حاليا يفوز في انتظار النهاية، إيكار كاسياس على اليسار والكرة على اليمين، حضرة المشاهدين الفرحة العارمة لجيجي بوفون لطاقم احتياط نادي اليوفي، والحسرة لإيكار كاسياس.